بدنا ناخذ مفهوم الدي سي سنجل لوب. رح بدنا نبني هلا هون سنجل لوب ماشين. فلو بنينا سنجل لوب ماشين رح ناخذ لوب هاي الدايمنشنز تبعتها، او حتى هون رح ارسمها بشكل مختلف، رح احطها بهذا الشكل. جبنا لوب، جبنا سلك، وهذا في الدي سي المشين الحقيقية راح يكون عندي هذا البيسك بيلدينج بلوك. راح اخذ سلك، هذا السلك راح يتعرض هون للماجنتيك فلكس دنسيتي، بعدين هون في لفة عشان اقدر اوصل نفس هذا اللوب، بعدين راح يرد يرجع سلك ثاني يتعرض كمان للماجنتيك فلكس دنسيتي. وهلا هذا راح نحطه في داخل ماجنتيك فلكس. هلا الماجنتيك فلكس كيف ممكن انتج ماجنتيك فلكس؟ بطريقتين، ايش هم؟ يا اما بحط هون الكترو ماجنت، يا بستعمل ايش ممكن استعمل اذا هذا مش الكترو ماجنت؟ بيرمننت ماجنت. ففي عندي طريقتين، هذا يا بيكون بيرمننت ماجنت اور اللي انتم بتحكوا عنه التيار هو ايش؟ الالكترو ماجنت. فاحنا بالالكترو ماجنت بنجيب سلك بنحطه هون حوالين بول فيس، بعدين نفسه بنرد بنحطه هون نفس السلك بنمرره، واذا مرر التيار هذا بيعطيني الام ام اف الماجنتو موتيف فورس، وهي بتعمل فلكس. هون راح يكون الروتر، وين الماجنتيك سيركت؟ هيك اذا ايش لازم يكون؟ لازم في شيء يكمل الماجنتيك سيركت هاي. فالمفروض يكون عندي اذا بدي ارسمها بشكل اكبر، هاي بول طبعا هذا شكل مبسط، ما بحكي انه هيك المحركات مبنيه، بس هي حتفرجينا اكتمال الماجنتيك سيركت. ايش راح يصير بفاي هون؟ هي اكتملت الماجنتيك سيركت، عندي باث هون وباث هون. وين الروتر؟ وين الاير جاب؟ هي الاير جاب وهي الاير جاب. ليش ما اسكر الاير جاب هاي؟ صعب جدا اسكرها، بدي اسمح لهذا يلوف، فانا مجبور يكون عندي اير جاب هون. لازم يكون عندي اير جاب هون واير جاب هون، بس بدي احاول اعملها اصغر ما يمكن. هلا جبت اللوب هاي تبعتي، هي اللوب لفيتها وشديتها وطعشتها، جهزتها مرتبه جاي وحجمها، والمسافه هاي ايش لازم تكون؟ المسافه بين هذا السلك وهذا السلك لازم تكون مساويه للقطر هذا. يعني شوفوا شو راح اعمل الان. راح اجي افتح فتحه في هذا، احفر حفره فيه، ومقابلها 180 درجه راح افتح حفره ثانيه، راح احط السلك. ليش حفرت حفره؟ ليش رحت قصيت الهاي وحطيت حفره ودخلت السلك؟ السلك واضح انه هذا هو هذا، نعم عشان ما يطلع لبرا ويصير، واذا طلع لبرا شو بصير؟ بصير الاير جاب بتكبر، ما انا اشتغلت كل شغلي وهلكت حالي اصغر الاير جاب بدي ارد اكبرها مره ثانيه. اذا شو اكتشفوا صانعي الماكينات الماشينز؟ بفتح فتحه هون صغيره في الروتر واثبت السلك، هي السلك هذا طبعا على هذا السلك وينه هون؟ هيو هذا، وهذا السلك اللي راجع هو هذا. واذا رسمنا خط متقطع شو بيمثل الخط المتقطع؟ هاي اللي ورا، فالسلك راح هيك لف من ورا، اللي بلف من ورا هذا على الفاضي ما راح استفيد منه تورك ولا اي شيء، مزبوط؟ لانه هذا مش معرض للماجنتيك فلكس. مين المعرض للماجنتيك فلكس؟ هذا، هذا مغمور في الماجنتيك فلكس على طول المشين، وهذا مغمور في الماجنتيك فلكس على طول المشين، بس نفس الكرنت اللي ماشي في هذا راجع. فاذا جينا حطينا مثلا كروس راح احط هون دوت، شو يعني؟ داخل، يعني الكرت داخل من هون لف من ورا ورجع من هون، وبعدين مسكت الطرفين هذول وهذول الطرفين راح اجي احط عليهم مثلا فولتج بهذا الشكل بحيث انه يتكون عندي موتور. هي مبدا اساسي للدي سي موتور، طبعا انا ما بعمله بوان لوب، بدي اعمله باكثر من لوب هون. اوكي، الكل ما فاهم هذا المبدا؟ طلعوا على هاي الدائره،
هاي دارة طبعا انا بالغت فيها، هذا هون تضيع للمساحه مش هيك رح نبني لهذا، بس هذه هي الفكره الاساسيه. كم بول عندي في الماشين هاي؟ كم بير اوف بولز؟ 1 بير اوف بولز. اقل عدد ممكن smallest possible number هو 1 pair of poles. pair يعني pair زوج من الـ poles. اوكي اذا هذا هو البناء الاساسي للمحرك. طيب هاي من اي ماده لازم تكون معموله؟ احسنت، فيرومغنتيك. وهاي طيب فيرومغنتيك. وهذا السلك كوندكتنج ماتيريال. اذا هذا بده يكون كوندكتنج ماتيريال، هذا بده يكون كوندكتنج ماتيريال، لكن هاي بدها تكون فيرومغنتيك لانه هاي الدائره المغناطيسيه اللي درسناها. عدنا شابتر كامل احنا ندرس الدائره المغناطيسيه. هاي الدائره المغناطيسيه بعمل فلو لفلكس من هون، بعدين بلف من هون، بعدين بلف من هون، برجع. هاي الدائره المغناطيسيه وعندي هون ليج وهون ليج، مش هيك؟ وين المكان اللي بيهمني فيه الفلكس ان يكون اكبر ما يمكن؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي، الاير جاب او حوالين الاير جاب. يعني هي فعليا الاير جاب واللي جنبها هاي، لانه السلك هون راح يتولد فيه فولتج او تور بحسب بي اللي موجوده هون، مزبوط؟ اذا بيهمني هون تكون اعلى ما يمكن الماجنتيك، ولذلك بيهمني الاير جاب هاي تكون صغيره جدا. كل ما قدرت اصغر هاي الاير جاب بكون احسن، بس طبعا بدي اتاكد انه هذا ما يكون بيلعب هون. عارفين ايش يعني بيلعب؟ يتحرك. اذا هذا بدها تكون البيرنج ماسكته مزبوط بحيث انه ما يبداش يصير في احتكاك ميكانيكي بين هاي. مشكله عندي، بدي اكون عندي بيرنج مرتبه تمسك هذا، بتمسك كم بيرنج عندي؟ بيكون بيرنج من هون وبيرنج من هون. الكل عارف ايش يعني بيرنج؟ طالبات عارفين ايش بيرنج؟ البيرنج هي بيليوم، بنسميها بالعربي بيليوم. اذا بنطلع على بيرنج بيكون عندي زي اسواره خارجيه وفي اسواره داخليه وبينهم كرات. فهدول الكرات اذا باجي باخذ سكشن الان هون، سكشن نسميه AA، قصينا في هاي سكشن، راح اجي اشوف الان هاي البيرنج الخارجيه او الريس الخارجي عفوا، وهي الريس الداخلي راح تبين معي هذه هون وهذه هون، وهي طبعا مهشره من هون لاني قصيتها، وهي مهشره من هون قصيناها مضبوط، وهي مهشره وهاي مهشرة من هون، وراح الاقي في عندي بينهم كرة، وهون كرة، والكرة بتكون قاعدة في جروف، فهاي كانت تلف بسهولة. قديش نقطة التماس ما بين السطح والكرة؟ نقطة. اوكي ماشي؟ فهذا شو بسمح لي انه يصير في عندي فيري لو فريكشن، هاي بتقدر تصير تلف بسهولة مزبوط؟ هاي بنسميها بول بيرنج لأنه هدول بولز. اوكي؟ فباجي بثبت الشافت من جهه على بول بيرنج، من جهه على بول بيرنج ثانيه، بصير الشافت يلف بسهوله. شوف من هون بده يكون طبعا يمسكه بشكل دقيق، لانه هذا اذا تحرك من هون اذا كان في لوس من هون راح يبدا يحك بهاي ويحك بهاي ويعمل مشاكل. لكن انا بدي الاير جاب تكون اصغر ما يمكن من ناحيه مغناطيسيه عشان يكون عندي ماكسيمم فلكس دي. بدي ماكسيمم فلكس دنسيتي تتكون، اوكي؟ هلا كمان اللي بدنا ننتبه عليه، خلينا نحطه بلون ثاني، انه الفلكس راح يكون اتجاهه عمودي على الاير جاب. مضبوط هو الفلكس كله بشكل عام ماشي هون، بس اذا جيت كبرت هاي وطلعت عليها راح الاقي انه الفلكس هون راح يكون اتجاهه عمودي هون، هون عمودي، هون عمودي، كانه بحاول يفتش على اقصر مسافه ممكنه. فالفلكس راح يكون في كل الاماكن هاي عمودي على الدائره. وفي منطقه ايش عندي فيها؟ فيها خساره. هاي المنطقة فيها خسارة وهاي المنطقة فيها خسارة، لأنه السلك اللي واقع في المنطقة هاي ايش الفلكس اللي عليه؟ زيرو. فراح يمر هو من هون على الفلكس هذا بي، هون راح يلاقي فيش فلكس مسافة قصيرة، وبعدين راح يرجع هون فلكس بهذا الاتجاه وهاي المنطقة اللي هون. اوكي؟ الكل فاهم فكرة الكونستراكشن هاي ربطناها كلها. طيب هدول اللي فيرو ماجنتيك ايش لازم يكونوا كمان عشان يخففوا من الايدي كارنت لوسز؟ لامينيشنز. وحتى يكونوا لامينيشنز كيف بكون اللامينيشنز ملزقين؟ هيك. عشان الفلكس ماشي هيك بحاول يعمل كرنتس بهذا الاتجاه، اذا هدول اللامينيشنز هيك بيقطعوا المسار تبعه. ما في كرنت، بخفف من الايدي كرنتس اللي موجوده هون، وبدي احاول طبعا ما اعمل ساتشوريشن لهذا الكور، لانه اذا عملت ساتشوريشن للكور بدخل بالساتشوريشن بصير عندي نون لينياريتي وبطل يتناسب البي مع الاتش اللي عملناها.
هذا قلنا ممكن يكون بيرمننت ماجنت، ممكن يكون الكترو ماجنت. اذا كان الكترو ماجنت شو بكون عندي ملفوف هون؟ باجي بلاقي هون في كور ملفوف. حتى خلينا نكبره ونستفيد من كل المسافه. هذا بيجي زي كويل ملفوف، وملفوف بعدين بتيب ومحطوط عليه فارنش، وبعدين بسقطه من هون، بيجي بمسك المنطقه هاي، بيطلع منه سلكين. ايش بمرر فيهم؟ هذا اللي هو الفيلد كرنت بنسميه اي فيلد، عشان يعمل ماجنتيك فيلد. وهون نفس الشيء، ايش بعمل؟ نفس الشيء بكون حاطط الكويل الثاني، الكويلز اللي هون، هذا اسمه الكترو ماجنت. هلا شو بعمل؟ اذا بدي نفس الكرنت، ما في حاجه كرنت مختلف، نفس الكرنت بمرره هون بيطلع معي من هون. هذول التو تيرمينالز ايش هم؟ الفيلد. هذا بكون النوع ايش الفيلد هون؟ الكترو ماجنت. لانه هون طبعا بدك تنتبهوا، لازم اذا لفيت هذا بهذا الاتجاه، كيف لازم الف هذا؟ بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه؟ نفس الاتجاه عشان يكمل الفلكس من هون. فبصير عندي هذا نورث، هذا ساوث. بصير عندي هذا هون بيرمننت، هذا هون الكترو ماجنت. او بستعمل بيرمننت ماجنت، ما عندي كويل من هون، بجيب الماده هاي نفسها بتكون ماده مغناطيسيه. في مواد جديده صارت عاليه، الها تسلا، الها ريزيجوال فلكس عالي. اذا قلنا ريتنتيفيتي وين بتذكرين الريتنتيفيتي وين كانت؟ المواد يكون لها ريتنتيفيتي عاليه، هاي ريزيجوال فلكس. فالماجنتس اللي هون بتعطيني المواد هاي بتصير بيرمننت ماجنت، بتعطيني جود فلكس من هون، ممكن تعطيني لحد 0.6 تسلا عند المنطقه هاي اللي موجوده هون. هاي بتصير بيرمننت ماجنت، بكمل الدائره من هون، ببطل احتاج الكترو ماجنت من هون، ما بحتاج اني امرر فيلد كرنت. في هلا بيرمننت ماجنت دي سي موتورز، وفي الكترو ماجنت دي سي موتورز. الالكترو ماجنت دي سي موتورز ايش لازم يطلع لهم كمان؟ لازم يطلع طرفين لسلك الفيلد، مضبوط؟ البيرمننت ماجنت دي سي موتورز خلص انتهى عندي بيرمننت ماجنت. بيرمننت ماجنت بضل موجود هون، بضل يعطيني الاكسايتيشن الموجوده هون. لازم انتبه بحاله البيرمننت ماجنت ايش اعمل؟ اذا مرات بالبيرمننت ماجنت بالفايبريشن ممكن يخسر الماجنتزم تبعته حسب نوعه، او بالحراره الشديده، الحراره العاليه جدا. بس بشكل عام هلا بدأوا ينتشروا كثير البيرمننت ماجنت بوجود عناصر جديده، في 19 عنصر جديد رير ايرث ماجنت صار يعطوني هاي ريزيجوال فلوكس. اذا هذا مبدا العمل. طبعا شو راح اعمل الان هلا بالروتر؟ راح افتح فتحات كثيره في الروتر من هون، كمان واحده من هون، هاي عم بالي بقص هدول اللامينيشنز لما بصنعهم في المصنع كيف راح يطلع شكلهم؟ فيهم فتحات، فيهم جروفز، نوتشز. النوتشز هاي جاهزه حتى تاخذ، عاده ما بتاخذ سلك واحد، قديش بتاخذ؟ سلكه. فمعظم هدول بنعملهم اعمق من هيك، بتاخذ سلك وسلك من لفه ثانيه، هلا راح نشوف ليش. نفس الشيء هون، فهدول كلهم بالحقيقه بكونوا ما بكونوا هيك، بكون فيهم سلكين، مش من نفس اللوب، سلكين من لوبس تنتين مختلفتين. واحد بكون الغائر اكثر الاعمق، وواحد بكون. فاذا لما باجي بصنع هدول اللامينيشنز بالمصنع، راح اصنع دائره، راح افتح فيها على سي ان سي ماشين او شيء زي هيك مثلا، بعدين ايش بعمل فيهم هدول كلهم؟ راح يتلزق، انا بعرف شو ما بتلزق، وبعدين بنقصه ولا بنقصه وبعدين بتلزق، وبعرف شو عمليه التصنيع، بس المهم هدول حتى اخفف الايدي كرنت لوسز. هلا هاي راح تصير تلف بسبب انها مثبته على تو بيرنجز، المفروض الفريكشن تبع البيرنج يكون منخفض بحيث انه المحرك هذا يكون في لو فريكشن، لو ريزيستنس للروتيشن. اوكي ماشي، هاي واضحه. هذا المبدا الاساسي او البرنسبل، البناء تبع دي سي موتور.